هوندا سيفيك بموديل 2023 الشكل الجديد. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة هوندا، وكيلها بالمملكة عبد الله هاشم نستعرض مع بعض هوندا سيفيك موديل 2023 بعد التغييرات اللي حصلت عليها. أكيد حصلت على تغييرات جذرية على مستوى التصميم الداخلي والخارجي. بشكل سريع، طبعا النسخة اللي اليوم موجودة معنا نسخة الـ LX Sport للمعلومية، بس فئتين الحين، فئة التايب R اللي هي كانت موجودة قبل فترة بسيطة بنفس هذا الفرح، وهذه الفئة اللي هي فئة الـ LX Sport، تعتبر هي فئة الفول كامل، أو ما في منافسة لها أو ما في طراز ثاني غير هذه الفئة. ما شاء الله السيارة واضحة عليها بالملامح، معنا اليوم اللون الرمادي، طبعا اللون جميل ورايق بالجناح الخلفي بالخطوط اللي موجودة عليها. ما شاء الله السيارة واضحة بالشكل كامل. معدل سعرها تقريبا حول 140,000. بنشوف الحين تسعيرة السيارة بالكامل وتفاصيلها، لكن في البداية طبعا سيارة تعتبر اقتصادية، سيارة سيدان متوسط الحجم اقتصادية، سعرها ب 143,000 ريال، موديل 2023. وهذا تفاصيل اللي حاب يصور الشاشة. البعض يمكن يقول نفس سعر الأكورد الفل، يمكن أكورد الفل تقريبا هي كمان حول 140,000 ريال، قيمتها 147,000 أو 146,000. لكن الحين بنتكلم عن السيفيك. مثل ما انتم ملاحظين، اول حاجة تلاحظونه اللي هي الحساسات الامامية، عدد 4 حساسات امامية بشكل كامل في الواجهة الامامية، الاضاءات كلها LED، كشاف ضباب بالجزء السفلي، فتحات للتهوية اكيد موجودة في الواجهة الامامية بشكل كامل. طبعا ملاحظين هذا الجزء جاي بلون غير، بالاضافة للشبكة الامامي، بالاضافة لهذا الجزء اللي هنا يكبر الكاميرا، هذا الجزء بشكل كامل، هذه الاضاءات. ورايكم بالسيارة بالتصميم الخارجي، خاصة الخطوط الحادة اللي موجودة عليها، ما شاء الله معطية السيارة طابع جميل وانيق. هنا طبعا كاميرا جانبية، اشارات بالمرايات، بالاضافة لنا جاية باللون الاسود الجزء العلوي، فتحة بالسقف، مقابض دخول ذكي، بالاضافة ليش جاية عليها باللون الاسود كطابع جميل، الجنوب باللون الاسود، طابع السيارة طابع جميل ورايق. هنا جناح خلفي وحساسات خلفية، شعار الفئة سبورت، فتحتين للعادم كلها موجودة عليها، كاميرا خلفية اكيد، اضاءات خلفية LED، عدد 4 حساسات خلفية، هذه الزعنفة اللي موجودة بالخلف. وهنا تقييم استهلاك الوقود، طبعا كل لتر بنزين بمشين 19.3 كيلو، تقييم ممتاز بلس، بنزين 91، 1500 سي سي، 2023. طبعا كيف مواصفات للمحرك، محرك 180 حصان والعزم 240 نيوتن، مقاس الجنط 17 انش، امكانياتها عالية طبعا، ما شاء الله كإمكانيات في المحرك، الإمكانيات جدا عالية وأرقامها ممتازة وطيبة. طبعا المعذرة في البداية، الصوت غير واضح للأسف، ما أخذ معي تجهيزات للتصوير، خلاص على طول لقينا الهوندا السيفيك على طول، قلنا نصورها لكم بشكل سريع ونتكلم عن تفاصيلها. فتحة التكييف نتحكم فيها بشكل كامل، نتحكم فيها بهذا الجزء، نوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم باللون الأسود، بيانو بلاك وباللون الأحمر، مراتب جلد على شمواه أكيد، فيها أرباقات بالمراتب، تحكم فيه يدوي، هنا الجزء الخلفي بشكل كامل، تكاية بالوسط أكيد موجود عليها، حملة أكواب، فتحات تكييف بالخلف، والحين نجي لهذا الجزء. اول حاجة تلاحظونه
هذه الزاوية كسيارة ما شاء الله تصميمها جميل ورايق. السيارة تحس انها ثقيلة، ما تقول انها خفيفة، لا ثقيلة السيارة بالمعنى الحرفي. نوافذ كلها كهربائية، تحكم بالمرايات الجانبية، تحكم بالنوافذ والمرايات الجانبية، مقابض مثل ما ذكرنا كروم، التحكم بالمرتبة الأدبي. ندخل هنا، تحكم بالحساسات تراكشن، نرفع الدركسون ما شاء الله ممتازة من هذه الزاوية. فيها شاحن لاسلكي منفذ 12 فولت. هنا التحكم بالتكييف، هنا التحكم بال فتحة التكييف، شاشة غير اوتوماتيك CVT، هنا درايف مود، هنا بريك الكتروني اوتو هولد حاملة اكواب 2، هنا الدرج بيانو بلاك. طبعا هنا بيانو بلاك، هنا التطريز باللون الاحمر مثل ما هو واضح، البوري خفيف لطيف، شاشة بشكل كامل شاشة ديجيتال، وهذه هي بشكل كامل. اي نعم جات بمواصفات حلوة، مميزات جدا جميلة، شمسات فيها مرايات، هنا الإنارة LED، فيها أرباكات أمامية جانبية وخلفية بشكل كامل. كم سوء أمن وسلامة السيارة ما شاء الله فيها كل شيء، هي مثبتة السرعة، حفاظ على المسار، خروج من المسار، بالإضافة لهذه الزاوية التحكم بالميديا والرد على المكالمات، هنا التحكم بالإنارة، وهنا المساحات اوتو طبعا فيها مستشعر للمطر. خلونا نشوف الاضاءات مع بعض بشكل سريع. وهذه هي الاضاءات، وبس نلقي نظرة سريعة على سعر هوندا كورد بفتر فول كامل. قيمتها ب 141,000 ريال، فئة الـ LX اللي هي بتكون مراتب جلد، طلعت سعرها أقل من سعر هوندا كورد. طبعا للمعلومية هذه موديل 2022، أما هذه فموديل 2023، طلعت هوندا سيفيك أغلى من هوندا كورد من ناحية السعر. وبس أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا بخانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. في أمان الله.